مرحبا. بعد ما يقارب السنة من اختطاف أبو المجد القيادة في كتائب القسام، قامت كتائب القسام بتصفيته. ولهون ما في جديد، لأنه من الطبيعي أنه حركات التحرر وحركات المقاومة بتقوم بمحاسبة ومحاكمة وتصفية قيادات وعناصر داخلية بناء على محاكمات وبناء على تهم. لكن الجديد هالمرة أنه عيلة الشتاوي ما سكتتش وثابرت على السؤال عن ابنها، وأثارت أسئلة كبيرة حول آلية الاتهام وآلية الدفاع وآلية المحاكمة داخل كتائب القسام. والنقطة الثانية، اكتفت كتائب القسام بثلاث كلمات فقط لتبرير عملية إعدام القيادة فيها. الثلاث كلمات كانوا تجاوزات سلوكية وأخلاقية. شو يعني تجاوزات؟ وشو يعني سلوك؟ وشو يعني أخلاق؟ ممكن تكون أنه سمع أغاني في السيارة، وممكن تكون أنه دخن سيجارة، وممكن تكون شرب بيرة، ممكن تكون اغتصب بنت أو اغتصب ولد. النقطة الثانية، وين كرامة الأهل في تنفيذ عملية الإعدام والتبعات الإعلامية لإلها؟ ولأنه خيال الناس ملوش حدود وخيال واسع كثير، نقدر نحكي أنه كل الاتهامات اللي ممكن تتخيلها موجود اليوم ومطروحة. يعني يمكن لو انحكى انه عميل تعرف العيلة تتعامل مع الموضوع اكثر من هيك، وخيالنا بقل اكثر. النقطة الثالثة، فكرة الاكتفاء بسطر واحد كمبرر لإلنا، وإحنا المفروض نقرأ السطر ونآمن ونصدق وما نسألش ولا نشكك. غير هيك لا، إحنا بنآمن بالمقاومة كفكرة، لكن هذا الإيمان لا يشمل الإيمان بعناصر المقاومة، لأنه عناصر المقاومة بني أدمين زي وزي، عادي كثير بغلطوا وبخبصوا كمان. اليوم وبعد التصفية في سؤال أكبر من الثلاث أسئلة، شو اللي بيضمن ما يتم التعامل بنفس الطريقة ونفس الأدوات في حالات أخرى؟ كيف ممكن نحفظ كرامة الأهل، كرامة بيت فيه شهيد وفي مقاوم على مدار 15 سنة مهما كان أخطأ أو لم يخطئ؟ إحنا اليوم محتاجين نعرف كيف التصفية بتتم، بناء على شو، كيف بتم التعامل مع الأهل. اتقوا الله فينا. كيف بتم حفظ كرامتهم في كرامة الناس. وفوق كل هاد محتاجين ضمانات لعدم تكرار مشاهد زي هاي مرة تاني. كمان عندي ملاحظة على الهامش، احنا بننتقد المقاومة من ارضية المقاومة، بنعطي ملاحظات على المقاومة من ارضية المقاومة. منقدرش نساوي ما بين واحد واقف على ارضية المقاومة وبده اياها احسن، وما بين حدا تاني في حرب 2014 لما كانت في معركة ما بين المقاومة والاحتلال كان برفضها وبرفض فكرتها. اقول قولي هذا واستغفر الله.